اوكي معانا محمد. الو الو، صوت بعيد قوي. الو ايوه اوكي، معانا ابراهيم اتفضل. والله المدام عندي براءه، شافت رؤيه لابوها خير، و يعني شافته ابوها ولا اخوها؟ معلش يا استاذ ابراهيم تاني. اخوها ابوها اوكي، والدها يعني انه عطشان، يقول لها انا عطشان، قالت له المايه قطعت. هو عايش ولا متوفي؟ عايش. طيب حاضر. المايه قطعت. لا طب في دير اول، انا عندي بجيب مايه عطشان. فقالت له لا ما بجد ما تنزلش البير عشان يعني صعب وبتاع. قال لا فخد حبل عشان يبقى يشبكه ويطلع يعني يرميه فوق كده وحد يشد يعني، ونزل فجاء يدخل الحبل لف على الأب، بعد شويه لقيته مات. فبتجي على واحد معدي بيقول له ابوه بتعمل ايه بتعيط ليه؟ قالت له ابويا نزل هنا والحبل لف على الأب. قال لا هو اللي عملها في نفسه. طبعا خالص. معلش يا ابراهيم ممكن تعيد الحته الاخرانيه دي تاني لو سمحت؟ هو نزل البير ومعاه حبل. نزل البير؟ لا هو الرؤيه يعني انا سامع صوت مش واضح يعني، بس الميه للحي معناه طلب للزواج، وللميت معناه طلب للصدقه. الصدقه ف طب طلب الزواج ان هو يمشي فيها ولا يشربها ولا ياخدها؟ هو عايز ميه يعني عايز يتجوز. عايز يتجوز. طيب هو عايز طب هو متجوز يبقى هيتجوز تاني بقى. ممكن هو بيبرر بقى. ما شاء الله يا استاذ ابراهيم انت هتتجوز تاني.